أهلا ومرحبا بكم في قناتي. درت هذا الحساء بالقرع الأخضر وبالبطاطس. إذا في واحد القرع الأخضر والبطاطس أربعة نتاع الأربعة متوسطات، أو لا يكون خمسة إذا كانوا صغيرات. مهم تكون البطاطا فيه مزيان. درته، قشرت البطاطا، غسلتها، ولكن القرع الأخضر لا، ما غسلتوش، خليته هكذاك. سمح عفوا، غسلته ولكن ما قشرتوش، خليته هكذاك. اذا فقطعته ودرت فيه شويه الماء وشويه الزيت، زيت زيتون غير شويه. من بعد ملي قطعته، قطعت البطاطا، قطعت القرع الاخضر، ومن بعد ملي طاب درت فيها شويه الملح شويه الزيت. هذا هو اللي كنحتاجه. من بعد طحنت كل شيء، نحتاج الفخوماج هذاك بحال نتاع لافاش كيري، ومن بعد شويه الملح، البطاطس والقرع الاخضر. اذا ملي غادي نغسلوه، غادي نقشروه، غادي نقطعوه. من بعد هذاك القرع الاخضر يبقى هكذاك اخضر، باش يكون فيه شويه هذاك النقطات، شويه خضرات. ملي غادي يطيب في الماء، يطيب في الماء بالملح شويه بشويه الزيت، غير شويه ماشي بزاف. من بعد غادي نطحنوه كله مع داك الفخوماج الجبن، غادي نطحنوه مزيان مزيان مزيان. وندرت فيه شوية الإبزار الأبيض، بغيتو ديروا له الأسود ديروا له وهكذا، وإلا بغيتوش ما ديروا والو حتى هذاك كيكون مزيان. إذا فهكذا يكون الحساء. ملي غادي نطحنوه مع داك القرع والبطاطا ملي طابت، ونطحنوه مع الفخوماج الجبن، ويكون نديروا له شوية الإبزار إذا بغينا. أنا درت له الإبزار الأبيض، وهكذا نطحنوه ويكون هكذا حساء واجب، وكيكون لذيذ وكيكون مزيان لكل العائلة، مثلا للأطفال والكل. هكذا كيكون، ما يكونش قاسح قاسح، ما يكونش سائل، يعني كيكون مزيان، ماشي يعني باين باللي ماشي، يعني ماشي سائل، ماشي قاسح وهكذا. وكيكون شكرا للمشاهدة.